حبس احتياط النساء او اغتيال حق او غير ذلك من المعرض المتهم تكون الغايه المقصومه التي كلها لا معرفه للوصول اليها، بل لا يقف الانسان متهما فقط بل يبان الانسان وفقط. هنا تصف العداله وتاسى العداله قبل ان ينتهي تاسى العداله في جوهر غيرها قبل ان ينتهي الانسان ذاته في احدى السببين قبل ان ينتهي الشخصيه. وهنا سيدنا الرئيس الجميل كان صيانه من قبل الكويات لطرح شعائر دستوريه قديمه على اصل البراءه والتمرد القضائي للمجرات الجنائيه الذي يدخل المحكمه الموسخه قد صنعت مساتير وعقدت بسياده من القانونات ونقلت عند الضروره اختصاص من المساس بها الحقوق المقدره. وبالتالي السلطه التي تختص بالمساس ما لم تنضبط بما وضعه القانون وضعه الدستور من سلسله قانونات وسياده تفقد اساس ادراك الصوت، فاساس مشروعيه السلطه عند النظام بحكم القانون وسياده القانون في خاصة عليها هي حضور حقيقه للقانون الذي نتعامل مع النصوص او غيرها. وبالتالي كل اختيار على ضمانه من القانونات المقرره في الدستور او في القانون المكمل له تعصب باسم مشروع السلطه، فلا وجود اجراء واختيار له في عالم الحقيقه التي تقوم او نصل لها بمعرفتنا عن طريق العقل. شعائر الناس الرئيس كما تعلمون ده عقد كذا. شعائر الجوهر والكلام كان احد الناس في طبعا التحكم في التقسيم والعقار يقول الشغل اول راجعين على البال. ثم الشرعيه الاجرائيه وهي حمايه حقوق الحريات حاله سيرانه يطلعها اختبار العقار ولا معنى مطلق يصبح مبدا الشرعيه بشعائر الجوهر والكلام عاجزه عجزه كليه عن تحقيق العداله وعن الحقيقه اذا لم تكون إذا على الواد على سفيان ممكن تاني ما تكون شرعية في جوهرها الجنائية وشرعية في جوهرها الجنائية. إذا الأخيار مطلقا لأي شرعية هي بإحترام أركانها الحاجات وكل عدوان على جانب منها يتنهد معه الشرعية في مكان بنيانها ولكامل قواعدها.